السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ في البداية تقول الله صلى على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا نبي. رجعت لكم بجلتش جديد. صراحة الجلتش هذا مرة أسطوري، أنا متأكد 100% حتدعوا لي بالجلتش هذا. خلينا نروح نسوي الجلتش مع بعض. في البداية نضغط مربع ونروح إلى رمز الجزيرة. هذا رمز الجزيرة الظاهر أمامكم. طيب أول ما حيبدأ الجيم هيجيبنا هنا، هيلاحظوا معايا، تطلع هنا تخلي هذه على يسارك والكابينة هذه على يمينك، تمام؟ وتطلع هنا، شوف عندك 1 2 3 4 5 6 7، بعدين تسوي أرضية واحدة، تمام؟ بعدين تيجي هنا شوف ايش مكتوب تفاعل، هاي لاحظوا قد ما تضغط مربع حيعطيك. طيب تروح الجهة الثانية، تروح الجهة الثالثة، وتروح الجهة الرابعة، تمام؟ دحين اوريكم قديش حنوصل اكس بي او كم حيعطينا ليفل، تمام؟ انا حسرع الفيديو عشان المقطع لا يطول. شايفين كم وصلنا؟ 70,000 اكس بي في خلال دقيقة مدري دقيقتين، تمام؟ شوف دحين لاحظوا هذا أول ليفل، ليفل ونص، تمام؟ هاي لاحظوا دحين ترجع ثاني مرة يعطيك نفس الاكس بي ما يقل، شوف نفس الاكس بي، وظلك ضغط في الأربع جهات حيوصلك ليفل ثاني وليفل ثالث، قد ما تبغى حيديك ليفل. صراحة هذا أفضل جلتش إلى الآن. ان شاء الله يكون الجليتش عجبكم وحاولوا تنشروه في كل مكان عشان الكل يستفيد. كده وصلنا لنهاية مقطعنا، اتمنى اي شخص ما اشترك في قناتي يشترك في قناتي، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب X2X2، واهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك، وان شاء الله نتقابل مقطع اخر، وفي امان الله.